بمساهمة البارح اليوم وغدوة لبيدار 80 سنة وهي الأصل. البيام بنا وعليها الكلام. جيرات لار دو لا ميزان. مرحبا بكم في موعد جديد، حلقة جديدة من ماجازين. نهارك فيه 24 ساعة كان كل أربع سوايع منهم تعديهم تتفرج على الوفيات، النفسية متاعك باش تتأزم. تلوج على أن تخي بون بلان تلقاها تجربه هي مع رجلها في عائلتها، دونك أنت ما عندكش أن تخي بون بلان. كيف تفرج على كونتوني أنت ما يعجبكش وتقعد تضحك عليه وتقول شنو هذا، بتكمل تتفرج عليه. وفاو ال 24 ساعة ما فماش إفادة، كيف نفسيتك بريسك مدمرة. العادة أنك تاخو من كل كونتوني الحاجة اللي تفيدك. معنا احنا في ماجازين ديما نقول لي بون بلان، لي زيكسبير، لي زادريس والدبارة اللي نبداو بها كل حلقة. خليكم معنا اليوم في ماجازين. كل ويكاند عنا في كويزين غوسيت سالي، ومعنا كالعادة والعويد، معنا الشيف رمزي. مرحبا بك شيف. أهلا بيك إيمان، وكالعادة أهلا بشهادة المساعدين على نسمة. وماجازين كالعادة جابت لكم روسيت لبنان والخفاف بالرابيد. دونك اليوم عنا روسيت كالعادة مع البيدور، واختار البلومة، يعرفها المقرونة اللي البلومة نحبها. اليوم مش تعملوها لا تحب تاكلها سلاطة، تحب تاكلها سخونة، تحب تاكلها اللي تحب انت فيها النشوه. كالعادة قلنا الطقس توا دنيا سخونة، نحبوا الماكلات هذوما كلي شوية مالحة هكايا فيها النشوه، باش نشربوا الماء ولي بات نتاعنا، وباش نعملوا رولي بات دو كريب. باش نعملوا الكريب نتاعنا، باش نعملوا رولي فيها السبناخ، فيها الدجاج، فيها الفخوماج، شيخه. دونك نعملوها عباره على لازانيا رولي، ومنظرتان بعد نشوفوا كي العاده الريزلتا يا ايمن. دونك باش نستعملوا اكيد الفارين نتاعنا من لي بيدور، كما قلنا تكستور نتاعها ياسر هكا تمشي معاك في الغوسيت نتاعك الكل، فارينه بيضه صافيه من لي بيدور. وكيف مقرونه البلومه اللي انا نحبها برشا، ماكسيموم وي 9 مينوت هو قوله، اما رمزي يحبها الدانتي. وكالعاده ايمان جيرات موجود معنا. معنا كالعاده والعويد زيدا جيرات لاغ دو لا ميزون. دونك كيما شفنا هما لي سيرفيس انواع واشكال، كل مره نجيبوا حاجه معنا في ماجازين. وكيما تراو زيدا راهو تلقاها اليد نتاعها اون بوا موشتي مزيانه الالوان. ما عليكم كي تدخلوا على سيت جيرات بوانتين باش تلقاو لي زاكسيسوار اللي نستعملوهم في كوجينتنا الكل. دونك شوف شنو نبداو. باش نبداو بالبات دو كريب. اي باش كيفاش نحضروها، نجيب بحذاك العاده. ديجا بحذايا لوطون انت جيت باهي. دونك باش نبداو نحضروا البات دو كريب. باهي هذا بد الكبار نفتي هنا بول، بعد عليك لي زانغريديون هذوما اللي نستعملهم بعد. بعد علينا كسر حضرني لك الباكو حضرنيه. قداش باش تاخذ منه؟ هذيك شويه مش برشا. قداش باش تاخذ حسب التقريب؟ قداش باش تاخذ حسب التقريب؟ نتاع 300 غرام. صب الحليب، صب الحليب ما تخافش. داكوغ. فيغوا ميزور، زيد بشويه بشويه. هكا. نعملوها خاطره شويه اكثر من البات نتاع الكريب جاريه برشا. شويه سكر. شيشه سكر، شيشه زبده. شفتك اذا تحلت شويه خليها ترتاح. هذي صحيت خليها نرتاح شويه هنا شويه زيت كيما راهو. هذايا ديجا التكستور نتاع البات نتاعنا هكا. رمزي باش تخليها هذايا. شفتك البيوضه اللي فيها كان نحب نزيدو نحلوها بشويه حليب، نزيدو نحلوها نحن. أما تحب هكاكا، تحبها شي دار. هكايا باهي، خليها تزيد ترتاح. من بعد كان لقيتها أكثر خذيتها نزيدها شويه حليب. باهي. مش خليها ترتاح شويه تو. باهي، هذايا البات نتاعنا ديجا حضرت. أوكي. دونك نحطوها على شيرة ترتاح. باهي، من بعد نقول لك. فما شكون يحطها في الفريجيدير؟ لا لا، شوف باش نعمل. خليها ترتاح العظم، من بعد باش نستعملوا. ما نحبش نحط العظم.
ونحطهم على العظام ديما انا نحط قطره خل. اه مش نحي صحيتك الصوره نتاع العظم ما نحطش من توا العظم، خليها ترتاح على الشباك هكا، من بعد قريب باش نستعملها باش نزيد نحلها بالعظم. رمزي باش يستنى حتى البات جوست تقعد شويه تشد روحها يزيدها العظم او تخلط هكا ولا تقدرتي، ومن بعد يبدا في الكريب نتاعو يبدا ديجا يطيب فيها. واحنا وقيت توا وقيت كالعاده اسئله طبيب. فقرة اسئلة طبيب ديما نبداو بها المجازين، خاطر نعرف ياسر تهتموا بجمالكم، جمال بشرتكم وجمال جسمكم. على ذيك اليوم معايا فرحانة برشا، معايا ليلى سلامي دكتورة، مرحبا بك دكتورة التجميل، ومعايا كالعادة رفقة المولي زادا كيف كيف دكتورة بيولوجيا وتمثل لابوغاتواغ كوالفي، مرحبا بكم. فضلك ميرسي ميرسي على الاستضافة. من منبع الجمال. عايشك. ألوغ نبدا معاك أنت دكتورة. رفقة توفقني يا سكين بوستر وقته تاو هكا ولا وقته بالجديد وقته بالجديد. دونك باش نحكيو على سكين بوستر. تبارك الله عليك، انت زاد من الكفاءات اللي عندنا في تونس، ما شاء الله عليك. انا نقول ديما نو ميدسان ما شاء الله عليهم ديما يواكبوا لا توندونس. الحمد لله. دونك نبدا باللي نعرفوا انا، اللي نعرفوا تاو نبعدوا على تو سكي اونتي تاش اغريسيف بار اكزومبل لي برودوي ا باز دو ريتينول، لي زاكت القويين على الوجه. من المحبذ انا نبعدوهم تاو ونشوفوا سكين بوستر اللي هو يتسمى الغابيل دو. قبل ما نبداو اون فافير اون، معناها مش نوصفوا واش معناها سكين بوستر، فوالا خاطر اغلبيه الناس يعرفوا سكين بوستر، وفما شكون اللي اون ريسبكت ما يعرفوش معناها سكين بوستر. اللي هو توا ولا فيه برشا انواع ديجا. ابسوليومون، احنا هنايا توا باش نوضحوا المعلومه يعطيك الصحه. سكين بوستر هو اسمه على جسمه، سكين يعني بشره، بوستر يعني تدعيم. السكين بوستر هذا ولا علاج في طب التجميل، ولا بالاحرى ما نقولوش علاج، كي نقولوا علاج معناها فما مرض، احنا هذه نقولوا لها تقنيه في طب التجميل. داكور. التقنيه هذه تتمثل في ان اسيد هيالورونيك اخترعوه سبيسيالمون باش يحسن الجلد. احنا عندنا في الفكره عامه نتاعنا كي دي اسيد هيالورونيك يعني باش نحطوا فيه فوليوم وباش ننفخوا به، نحطوه في الشفاف، نحطوه في السيرن، نحطوه في البوميت بور فير اون بروجيكسيون. هذايا سكين بوستر هذايا تجعل باش نخدموا به البشره وباش نحسنوا لا كاليتي، يعني التوسك اللي يخص البشره الكل. يتمثل في شنو؟ قلت لك يتمثل في اسيد هيالورونيك. احنا نقولوا بصفه عامه اللي البشره نتاعنا المكونات الاساسيه اللي فيها هو الاسيد هيالورونيك بور ليدراتاسيون، فما الكولاجين والالاستين هو باش يشد البشره. داكور. دونك احنا باش نعملوا ابار الاسيد هيالورونيك اللي عندنا احنا في البشره نتاعنا، وبالعمر يقل الاسيد هيالورونيك هذاك، احنا باش نشحنوا البشره نتاعنا بالاسيد هيالورونيك هذايا باش نعملوا كيما قلت انت الكلمه الصحيحه ان ابيل دو، يعني نرويو البشره ويولي فيها الماء. وكو ديك لا بيان سور، هذاك سي لي كونسيكونس دو سكين بوستر. يجيو يقولوا لي سكين بوستر يتمثل في شنو؟ كيما قلنا هما حقن، فما طريقتين باش نحطوهم في البشره، اما نحطوهم بالليغوي يعني بالابره، والا نحطوهم بلا نوفيل، فان مش نوفيل هي، مي ان ديسبوزيتيف ميديكال اللي هو اسمه كانيول. كانيول اسمه كانيول اللي هو نوعيه نتاع ابره طويله شويه، اخف واجود، والطرف نتاعها اللي اروندي يعني ما يجرحش، فهمت؟ نجمو نخدمو به البشره كامله. به السؤال الثاني، وين يتحط سكين بوستر هذا؟ هاي سؤال مهم. الوغ نجمو نخدمو به الوجه كامل، نجمو نخدمو به الرقبة اللي هي مشكلة، على عكس الأسيد اللي ساعات نبعدو من بلايص من مخبط إنا ما نستعملوش. هو كل أسيد يتحط في بقعة راهو، فما أسيد نجمو نحطوه في السيغ، ما نجموش نحطوه في الشفاف ولا في الخدود ولا حاجة، نحطوش في السيغ، معناها كل بقعة عندها الأسيد. والحاجة بيان سور البوزوان تاع الباسيونت ولا الباسيون اللي جايك خطا ولا انتيريسي رجال ونساء. يعطيك الصحة. دونك قلت لك يتحط في الوجه، يتحط في الرقبة، يتحط في الديكولتي، يتحط لي دو دو لا مان. داكوغ. وهذوما باش يحسن الملمس ويحسن ال ال باش يعمل السكين بوستر هذايا. السكين بوستر هذايا كيما قلنا باش يعمل ان ابيل دو، دونك لابيل دو باش يعطي رونق للبشرة، باش يحسن المسامات نتاعها،
البشره وقت اللي تبدا غورجي دو معناها معبيه بالماء، انا ديما ناخذ ليكزومبل نتاع تاخذ تفاحه جديده نحيتها من شجرتها تبدا تلق محلاها، تخليها مده بحذا شوفاج ولا في سخانه كلكو جوغ ابخي معناها ايامات بعد تلقى شي التفاحه تذبل وتتجلد وتتكمش تتكمش. احنا الجلده نتاعنا كيف كيف راه كي ما ترويهاش ما تعطيكش، تربيهاش ما تعطيكش. دونك احنا نجمو نحاربو الشيخوخه يعني ناخروا السن نتاع الشيخوخه بالليزاكت هذوما اللي هما مفيدين للبشره. انا ديما نقول راهو الكبر باهي، اما الواحد محليك يكبر في صوره جميله. مثلك انت سيدتي. شنو رايك في البوم تاعها؟ ما شاء الله عليك. يعيشك بارك الله فيك. وقت اللي نعملوا هاسكين بوستر نضرب باش يوجعنا. يوجع ولا ما يوجعش؟ سؤال بديهي هو نورمال باش نسالوا خاطر العباد الكل يقول لك انجيكسيون واو وبرشا يخافوا ما يمشيوش الجمله خاطر خايفين ديجا من نجمو نعملوه ما غير حتى مشكله. العباد اللي تحمل شويه يوجع شويه سبا معناها دقه الابره توجع شويه، اما لراحه الباسيون ولا راحه الانسان اللي باش يعمل خاطر ما نحبش نقول مريض انا ما احناش احنا في الموند دو بوتي دو موند دو لا بوتي في في الراحه في الراحه فهمت. نجمو نعملو اون بتيت كريم انستيزيونت قبل لاكت بشويه وكم سا اوني كونفورتابل فما حتى مشكله. دونك كي نحكيو اليوم نحكيو على رسم الوجه بلا سيت هيالورونيك، يقول لك انا باش نعمل لك ديزاك دو ليفتينغ خاطر راه عنده ان ايفي ليفتون. الوغ سؤال باهي هو، اما نحب نقول لك حاجه بديتها من الاول، راهو اللي يجيني يقول لي اعمل لي سكين بوستور باش تبدل لي ملامح وجهي الفو اتخ اونيت، لازم واحد يكون واقعي. سا بو ليفتي يعني نجم يهز مومونتانيمون يشد شويه اما راهو ماهوش يبدل الملامح، وكيما قلت لك راهو نقولها ونعاودها راهو لو سكين بوستور للبشره وفورسيمون الانسان وقت اللي بشرته تبدا مزيانه كيما انسان يبني فيلا خارقه للعاده ويخليها مليقه بالسيمان ما يدهنهاش معناها فهمت؟ فوالا كانش تبدا تحط فيها مش مزيانه الدهار هكا ولا دونك لازم تزينها لازم تزينها واللي يحب ان في نقولوا احنا ناتشوغيل دونك ينجم يمشي مع سكين بوستور. ابسوليومون احنا داخلين على الصيف الدنيا سخانه وشمسنا ولات قوية ياسر، جو بروفيت دو سيت اوكازيون باش نقول بربي يا عباد ما تنحيوش ليكخون راهو صيف ولا شتاء، وليكخون راهو ما يتعملش مرة صباح كي تجي تخرج راهو يتعمل صباح وتعاود كل ساعتين، فما سيغتان زيكخون اللي هما يتسميو لي ديسبوزيتيف. فما اللي احنا يبداو في الضوء راهو زاد ليكخون حتى هذايا راهو يلزمك تعمل على ليكخون هذا كيف كيف اي. دونك معناها اونتخ بارونتيز حبيت نحكي اللي راهي الشمس مضرة ياسر القشرة وشمسنا ولات اغريسيف، دونك يلزمنا نحميو القشرة نتاعنا من الشمس وبعد مثالش نتعداو للليسوان. داكوغ. وقتاش نعملوه هذا؟ وقتاش نعملوه؟ وشكون اللي يجم يعملوه؟ وأنا عمر نبداو نعملوه. داكوغ. احنا نعرفوا يجوني برشا عباد عمرهم فوق الخمسين سنة، تقول لي زعما اش قولك نبدا نعمل حاجات؟ أنا نقولها في قلبي نقولها وصح عليك إذا ترى في روحك أنت لاباس عليك نعمة من عند ربي الواحد يرى روحه محلاه معناها. يرى روحك محليك صح عليك فهمت. اما هو نحب نقول نوضح حاجه اللي راهو لو بروسيسوس دو فييسمون شي ليتر هومان كومونس على لاج دو 25 عام باش نترجمها الشيخوخه تبدا عند الانسان في العمر نتاع 25 سنه. دونك وقتها لازمنا نعتنيو كو سوسوا ببدننا بالمكملات الغذائيه والا بالليزاكت من وقتها بوغ لا بريفونسيون. يعطيك الصحه. دونك لو سكين بوستور نجمو نستعملوه في حالتين، الحاله الاولى هي الوقايه اللي تبدا كيف كنتي هكا مغرومه وشيخه وكل الوقايه تبدا من اللي عمرها 25 سنه تعمل سكين بوستور نتاعها بوغ ان بوت بريفنتيف للوقايه. وفما شكون ما جاتوش المعلومه ولا ما كان مش مغروم ولا كان ما كانش يعرف وكبر شويه في العمر نجمو نعملوه اتيتر كوراتيف يعني نداويو به. ديما ما نحبش نقول نداويو انا أي. نعالجو به معناها العباد اللي عندهم ترهلات اللي القشرة نتاعهم شايحة ياسر اللي بداو يظهروا لي بتيت ريدول نتاعهم هذاك خاطر سكين بوستر اش باش يعمل. دونك هو كيما قلت لك باش يعمل لابيل دو يجدد الخلايا يجدد الخلايا اي وباش يلفا بوستي لو كولاجين. لو كولاجين اللي هو عنده قدرية الشد. داكوغ. دونك حتى سويت نجم نقول لي زوبيراسيون دونك ينجح برشا سكين بوستر. سكين بوستر انا يظهر لي هذايا كيما الملح على الطعام راهو حتى اللي مش مغروم يحب يعمل حتى شيء كي يعمل سكين بوستور راهو حاجه هايله. والافونتاج نتاعو شنو هو سكين بوستور؟ سي ان غران افونتاج اللي هو مش يروي
البشرة في الأعماق il va hydrater la peau en profondeur et il a un effet durable. C'est très important. يعني كي تعملوا plusieurs كي تعمل déjà la cure نتاعك une seringue ولا deux seringues ولا اللي هو ça dépend انت وجهك شي يلزم l'effet نتاعو باش يقعد لك 6 شهور. D'accord. Donc c'est un effet durable et une hydratation en profondeur. على خاطر فما برشا واحد يقول لك نعمل في الكريم انا. الكريم باهين Il faut entretenir avec les crèmes. Suivi le col chéri. Et tu as شجرة dans un pot. فما فرق بين تجي مريرة في الجمعة تسقيها وبين كل يوم تتعدى تعملها في شفاشة هكا بالماء من الفوق وتتعدى على روحك أنا هي اللي باش تنجح أكثر. أنا نصور كل يوم. لا اللي باش تسقيها بيان سور. بالحق أنا ما نعرفش نحس كل يوم نسخر تسقيها. ما فهمتنيش ما فهمتنيش نعاود لك جو شيماتيز دافونتاج. عندك هذه النوارة. يلزمها تتسقى مرة في الجمعة تجي تحط لها كاس ماء ولا او ما تسقيهاش يعني كاس ماء في الجمعة العروق باش يجبدوا الماء وباش تنجح وباش تكبر والا تجي كل يوم عندك الفشفاشة نتاع الماء تعملها فشفش وتتعدى على روحك الوغ لو سكين بوستور سي ساقين في العروق وش فش 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 هذيك الكريمه نتاع كل تقعد من برا بلا تمثيل حلو برشا مزين من برا شو حوالك من الداخل عرفش نرجعوا للداخل جايتك رفقه دونك سكين بوستور نعملوه فو انتروتينير افيك لي كريم مي لي كريم وحدهم ما يعطيوش لي في نتاع سكين بوستور كيما قلت لك اللي لافونتاج نتاعو اللي باش يروي في الاعماق الاول حاجه وثاني حاجه ان افي دورابل دون لو تان ميرسي دكتورة نورتنا محليكم محلى الطلة نتاعك عايشك بارك الله فيك ألوغ رفقة مرحبا بيك رفقة المولهي دو لابوغاتواغ كوالفي طبيبة في البيولوجيا دونك اليوم باش نحكيو على السيستيك أبيل وكيما عندنا مشكلة البشرة عندنا مشكلة الشعر اللي هي تعاني منها 80% خليني نقول من نساء دونك مشكلة الشعر ديما تساقط الشعر بلوتو برشا نساء يقول لك عندي مشكلة تساقط الشعر الشعر نتاعي وهذا ديول برشا دي كوز منهم فوالا دونك هذا كل ديول برشا عوامل اللي هما عوامل وراثية تنجم تكون زادة اضطرابات هرمونية خاصة ستريس برشا تبربيس في الماكلة فترات كيما الحمل كيما الرضاعة مثلا دونك العوامل هذه الكل تخلي الشعرة ماهيش متغذية بالكدا دونك البصيلة تولي معبية بالسيبوم ضعيفة وفيها هك المادة اللزجة اللي ما تخليش الشعرة تطلع ولا حتى كان طلعت تطلع ضعيفة وفي ساعة تطيح دونك هالعوامل هذوما الكل يخليو برشا تساقط شعر دونك وبالنسبه للرجال زاد اللي فوق 45 سنه دونك عندهم اضطرابات هرمونيه عند بريسك كافه الرجال اللي يولي هالاضطرابات الهرمونيه تخليهم يفرزوا برشا سيبوم والسيبوم هذاك يطيح لهم برشا شعر قديه الراجل يحس روحه كي يبدا معاش عنده شعر وشعره يخف قديش نفسيته تتأثر يتعب برشا أكثر من المرأة واللي ياسر يلوج على التصوير اللي كانت عنده قبل جي روماركي سا دونك بالحق حاجة خايبة إنه الشعر بتاعنا يتساقط يقولوا لي شوفو سي لا باغيغ دو لاتر هومان فوالا لقاتها لقاتها الدكتور دونك إيمان كالعادة ألوغ لابوراتوار كوالفي بالفيتوثيرابي انتيغراتيف دونك اللي تعتمد خاصة على تحسين التيران دونك الأرضية باش مهد الأرضية نحن اون تخيت لا مالادي سي با لو مالاد دونك نحن اون فا سيبلي اسونسيلمون هالعوامل هذوما الكل باش نخليو الشعرة تتغذى بالكدا باش ما عادش تطيح دونك كيفاش هالعوامل هذوما احنا باش نحسنوا فيهم بتركيبه من نباتات كالعاده في دي ميكرو كابسول دونك دي ميكروسفير اللي نسبه نقول نباتات بيان يوتيدي راهو نحكيو على خبراء يحرصوا على سلامه المنتوج وجودته فوالا دونك اللي هما دي ميكروسفير هذوما يقويو في عمليه الامتصاص دونك سيستي كابيل فيه 7 نباتات دونك هالنباتات هذه الكل مدروسه على خاطر باش تحسن لنا في لو تيغان دونك الكل مش كان البصيله نتاع الشعر اكاهو دونك نحنا باش نخدموا على الغده باش نرتحوا الكبد بالبغدان اللي هي بلانت موجوده برشا في سيستي كابيل دكتور فوالا
ونلقاو فيه زادة سبيرولين اللي حكينا عليها برشا. سبيرولين هذه اللي هي اللحمة من غير شحمة دونك فيها لي 16 أسيد أميني، أحماض أمينية اللي تعاون على تجدد الخلايا. ونلقاو فيه أهم زوز أحماض أمينية اللي هما التريبتوفان والتيروزين. التريبتوفان هذي نلقاوه في اللحم، نلقاوه في السبيرولين اللي ينقص لنا شوية من التشنج، أنتي ستريس دونك باهي برشا. ذيك علاش حطينا سبيرولين وفيها برشا مضادات أكسدة. دونك بعد سبيرولين نلقاو الروكيت اللي هي جرجير ومعها الميرتي. دونك هذوما الكل موجودين في سيستيكابيل. اش يعملوا الروكيت والجرجير؟ يحلوا الأوعية. علاش؟ على خاطر انت الاضطرابات الهرمونيه اللي عندك الكل والستريس باش يضيق لك في الأوعية، تولي شعره ماهيش متغذيه بالكدا وتولي تطيح. دونك نحنا لي بلانت هذوما اللي حكينا عليهم باش يوسعوا في الأوعية تولي الشعره نتاعنا متغذيه بالكدا. بعد عندنا السوج. السوج اللي هي معاها زاد الغاسين دو فريزي، هذوما اش يعملوا؟ دونك ينقصوا لنا في السيبوم وزاد يعدلوا الاضطرابات الهرمونيه نتاعنا. دونك كيما ينجموا ياثروا على شعر كيما ينجموا يحسنونا زاد معناها دونك عندهم دور مع الميونيتي فوالا. ونوفيو بالبخيل اللي هي نبت ذيل الحصان اللي هي فيها برشا مضادات اكسده وبرشا مضادات التهابات، على خاطر اون فيت هاك ستريس والاضطرابات الهرمونيه الكلها باش تعمل لك برشا التهابات وما تخليش الشعره تطلع بالكدا. مع هذا الكل دونك كانك باش تزيد تاخذ معاهم ملتي فيتاميني. دكتور هذا هذوما الكل زدناهم لي فيتامين دو جروب بي ومعاهم الزنك. ونعرفوا كلنا الزنك اللي ياسر يعاون في تجدد الخلايا باهي للبشره. دونك الفيتامين بي اللي يحسن لنا ويقوي لنا في جهاز المناعه نتاعنا باش نقصوا شويه من الالتهابات. وزدناهم الفيتامين سي اي لو كولاجين. دونك هذا يا سيستي كابيل يصلح للبشره ويصلح زاده للشعر. شكرا دكتوره. باش نعاودوا نرجعوا على طريقه الاستعمال توا نخرجوا في طريقة الاستعمال باهي باش نحكيو على طريقة الاستعمال إيمان. أما قبل قلنا باش نحكيو على اللازير وكيفاش هو مكمل للازير. باش نقولوا اللي سيستي كابيل برشا استعملوه نقص لهم من الشعر الطايح وقوى الشعرة. مي لاحظوا حاجة اللي هي الشعر اللي كان يطلع لهم مثلا في الريجيون هذه في البقايع الماهيش مستحبة نقص الكل، ولا فما شكون يطلع له في الظهر زادة نقص. دونك إيبا وي سيستي كابيل هذايا يصلح برشا بشي مهد الأرضية اللي باش يعملوا لازير وينقص لهم في الانفلاماسيون وزاده باش يخلي الشعره ما تطلعش في ساعه بعد ان تريتمون لازير. دونك هو العكس اللي يكونوا خافوا منه كي ياخذوا مكمل غذائي. يقول لك انا السؤال وقت اللي تجي تعطي مكمل غذائي الانسان يقول لك طايح شعري، السؤال الاول يقول لك ما يطلعليش الشعر في بقايا اخرين. ما هو اي هذاك هو السؤال. دونك هوني مع سيستي كابيل العكس تماما. العكس تماما. دونك هو مكمل برشا للازير خاطر برشا يسالوا فينا ينجموا يعملوا كور نتاع 3 موا قبل ومن بعد لو تريتمون لازير نتاعهم. دونك ايمان كيفاش نستعملو؟ دونك زوز حرابش في النهار، حربوشه نص ساعه قبل فطور الصباح ونص ساعه قبل العشاء نتاع الليل. ميرسي بوكو دكتوره. باش نتحصلوا على لي كومبليمون اليمونتير لابوغاتوار كوالفي بيان سور لي فارماسي لي بارا فارماسي كيف كيف نجم تلقاوهم على الباج فيسبوك باج انستغرام. الارقام موجوده اسفل الشاشه. اقرب فارماسي فارماسي لدارك دونك ينجم يجيبوه لك الفارماسي هذيك. ميرسي نورتوني باللي زانفورماسيون. ان شاء الله ديما نتعلموا منكم، مهم جدا نتعلموا من دي زيكسبير كيفكم انتوما في الدومين. احنا مواصلين كالعاده مواصلين معكم ماجازين.
زينها تونسي، كي نحكيو على زينها تونسي نحكيو على مخابر نهيل للجمال والتجميل، كي نحكيو زادا على لابوغاتوار نهيل نحكيو على دي شيميست يحرصوا على سلامة المنتوج، وديما نقولوا رابور كاليتي بري، وما تنساوش خليك تونسي وكونسومي تونسي، خليك معانا في المنتوج اللي اليوم باش نقترحوه عليكم في الفقرة التالية. في عالم لابوغاتوار نهيل شفنا اون بانوبلي دو برودوي للجسم الشعر والبشرة، كيف كيف للنساء والرجال والصغار زادة. وبما انه احنا على بواب فصل الصيف اخترنا لكم 3 برودوي من لابوغاتوار نهيل المهمين في فصل الصيف. تشكيلة لي جيل دوش ميتسي اللي تحتوي على بلوزيوغ فراغرانس وريحة بنينة وتدوم نهار كامل. لي جيل دوش اللي باش نحكيو عليهم اليوم فيهم مميزات في المكونات نتاعهم، هيك علاش حبينا نقربوا أكثر للمستهلك، خاطر العباد الكل تعرف اللي ميتسي على باز سي دي بارفان، دونك اون سي دي علاش اون ديفلوبا لي جيل دوش. ونلقاو اليوم عندنا 5 دونك 5 ريفيرونس في لي جيل دوش ميتسي. الحاجة الباهية اللي هو سي ان باكاجينغ و سي ان برودوي كي ديستيني ا توت لا فامي. الحاجة الثانية اللي هو سي ان جيل دوش كي كونتيان 500 ml، دونك لا كونتيتي اون اي فريمون توجور جينيرو سور لا كونتيتي. والحاجة اللي ديما تميزنا في السوق التونسي اللي هو فيه كيما نقولوا لو برودوي بيك سايز، نقولوا نحن نعيطوا له هكا في الجارغون تاعنا، معناتها فيه 500 ml ان بوتي بري كي ديفي توت كونكورونس. باش نلقاو عندنا لي زاغروم، باش نلقاو عندنا لي فري روج، باش نلقاو لافاني اوسي، باش نلقاو لو سيتروس فيرفين و لو سيترون فير اللي هو فيه باش اون نوت دو فيرفين باش تذكرنا في لا ميديتيراني نتاعنا. دونك لي نوت بارفان الكل و لي فراغرانس ما تخافوش منهم، على خاطر سي دي فراغرانس كي نو رابيل لا ميديتيراني تونس. اي بي فما دي فراغرانس كيما لا فلور دو تياري اللي باش تهزنا دون ان فواياج فير لي زيل تروبيك. فوالا الجيل دوش هذا راهو الي سان بارابان سان سيليكون، دونك الرغوه نتاعو الي تري دوس، والرغوه نتاعو باش تلقاها معناتها موجوده اي تري انكتيوز. اي بي لي جيل دوش هذوما يفون توس نيتوايي بارفومي مي هيدراتي لو كور، معناتها كي باش تستعملوا جيل دوش هذا باش تلقاو من بعد لابو نتاعكم الي تري هيدراتي ان بروفوندور، وباش تلقاوها سوبل وتحضروها بيان سور بور ريسيفوار لو لي كوربوريل ولا لا كريم نتاعكم تاع كل نهار ولا كل ليله. اكيد فصل الصيف بشرتنا باش تشيح، وعلى هذاك نستحقوا بادي ميلك. كلكم تعرفوا اللي لا مارك بودي اند بودي هذا سي مارك سي سو مارك دي لابوراتوار نيهيل. شنو هما لي بودي ميلك؟ هو حليب للجسم بالعربيه، سي ان فيت اون فورمول كي un peu liquide par rapport à la crème en général et qui se présente comme ceci. Je t'ai fait un packaging fait 500 ml et qui va se décliner en plusieurs parfums. Je t'ai les parfums le col fait le body milk. La chose la meilleure est le hawa. Il va hydrater le corps, il va protéger donc c'est la peau qui t'abda la peau jefa au col. Donc hawa bchiji bchihot quel film à la bchira bchira tabha belgde ou bchira vera en profondeur à l'aise à la khater fera une grande quantité de beurre de karité li huwa ma'rouf. Le beurre de karité partout dans le monde, c'est un produit hydratant et c'est un produit qui va nourrir en profondeur donc le gel d'interne et puis aussi les cellules et les bichtralis gel d'interne nerma barcha ou en bonne santé mais aussi hydraté en profondeur. نلقاو زيدا لي دودورون ريحة بنينة للنساء والرجال. لي ديودورون هذوما الكل يسان الحاجة اللي لازمكم تعرفوها فيها اللي هما سي دي ديودورون سان سيل دالومنيوم اي سان بارابان. احنا حاولنا نحاولوا ونعوضوا لي سيل دالومنيوم باغ ان اكتيف 100% ناتوريل اللي هو اسمه لو سيترات دو تريتيل اللي هو سي ان ديريفي كي نو فيان ديريكتومون دو سيترون، دونك سي ان اكتيف 100% naturel qui va bloquer donc comme d'art les ahna le corps humain il transpire on خرج برشا عرق on perd des litres d'eau pour lui qui fait de 2 à 4 litres par jour. Donc نحن لهنا هو il va bloquer les mauvaises odeurs, il va pas bloquer la transpiration et il va donc j'ai dit comme une fraîcheur حتىكش 48 heures. Non seulement c'est des déodorants qui sont destinés donc pour une utilisation quotidienne, comme le harp, soit gel ou alancé, mais aussi vous pouvez les utiliser comme des parfums. Maintenant, vous pouvez prendre un produit tout simplement, haka, mais aussi haka. Et je vous jure que ces produits sont trop trop bons. Consommez Tounsi ou Koun Mahlek Manihe. We'll be right back.
إليغان وقاية لاستيوس وكيف كيف لافون والابري. خليكم معنا في الفقرة التالية مع لي برودوي دو إليغان. في مومون إليغان اليوم باش نعملو مكياج صيف 2024 وباش نركزو على العين. أول حاجة باش نستعملو أنتي سيرن إليغان 04 باش نخفيو لي سيرن وفي آخر العين باش نتحصلو على سحبة العين وبيان سور تحت الحواجب. استعملنا فوندوتا HD فونديشن وخدمناها بالقدي على الوجه. باش نحدو الوجه استعملنا مارون كلير كوم كونتورينغ من باليت بلو اند شاين. من بعد فيكسيو بالبودر ليبر. بعد خذينا لا كولور روز وحطيناه على جفن العين. وباش نعملو ميلونج مزيان زدناه كولور اوبرجين. تحت العين حطينا فارا بوبير ليكيد كولور بلو. كم فاراجو استعملنا كولور روز. وباش نزيدو للوجه ان كو ديكلا استعملنا هايلايتر دوري. كم ماسكارا استعملنا لونغ لاشيز. وفي الفم استعملنا ليب جلوس نودروزي نوميرو 9. وهكا يكون المكياج الصيفي متاعنا المزيان حاضر للسهرية. وهكا يكون مكياج صيفي مزيان للسهرية حاضر. دونك كملنا الكريب بتاعنا تبارك الله عليك سي رمزي. قداش من قاعده كريب عملتها؟ والله عملنا شبعه عملنا. ايه؟ اول جيت باش نوريك كيفاش باش نعملوها ايمان. هاي كيفاش كاع الكريب باش نحطوها لهنا. ايه نحط فيها الفحص. الفحص نتاعنا باش يكون شوية مش برشا. عجبني بنك. شوية سبناخ. انا هوني فما معلومه صغيره نعرفها بربي، اللي خلطوا العظم جوست في الفخس راه تجيكم الكريب ياسر ثقيل. هذايا ما نحبش العظم برشا، خليوها خفيفه هكاك حتى كي تعاودوا تاكلوها ولا في السيف تقعد لكم هكا الصغيرات تبدا كريب خفيفه بنينه. كثروا من الجبن ما نعرفش انا راه ديكو، فما شكون يحبها كيما بالعظم. كريب هكا هكا ديجا باش نكملوا لي كريب نتاعنا الكل نكملوا نحضروهم. وكالعاده لابين الكوجينا عندكم فقره خاصه ظهري استنستو بماجازين واستنستو كان تلهينا بالدباره نخمو في الديكور على ديك عندنا فازا ديكو ورا جاي. جيرات لار دو لا ميزون. عسلامة ومرحبا بكم في فازة ديكو. كان عندك دروج في دارك وحسيت اللي الاسباس اللي تحت الدروج فارغ ولا اي كوان في دارك فارغ، جيتكم اليوم باش نعطيكم كلكو زاستيوس باش يملاو البلاصة هذي ولا اي كوان فارغ في دارك بلي زارتيكل اللي موجودين في جيرات لار دو لا ميزون. تابعوني. كيف ما قاعدين تشوفوا الكوان تاعنا احضر، حطينا ايتاجير. الايتاجير هذا تنجموا تلقاوه بارتو، احنا اخترنا باش نزينوه باللي زارتيكل ديكوراتيف اللي نلقاوهم في جيرات لار دو لا ميزون. حطينا دي ليفر ديكوراتيف، دي بلان، دي ستاتيو، دي فاز، دي فيزور، وانت تختار زيدا الحاجه اللي تناسب الذوق نتاعك. نحب نقول اللي في جيرات لار دو لا ميزون ما نلقاوش كان الكترو معون، نلقاو زيدا دي زارتيكل ديكوراتيف تنجم تزين بيهم اي كوان في دارك وانت تختار حسب الذوق نتاعك. وانت زيدا كنت حاب تجيب حذاء تنجم
تنجم تلقانا في دو شوروم، جيرات لار دو لا ميزون اللي موجوده في خزيمه في سوسه، ولا جيرات لار دو لا ميزون اللي موجوده في شارع فاطمه بورقيبه في سكره. كان ما تنجمش تجي بحضينا، عندنا لي باج انستغرام فيسبوك جيرات لار دو لا ميزون، ولا سيت بتاعنا www.girat.tn. تختار الارتيكل اللي تحب عليه، تعدي كومون توصلك دون 48 ساعة. مرحبا بكم. عودنا على برودوي ديرمافيغ من لابوغاتوار أجرولاين، حتى وليت الأم تقول بنتها نحب نشري، والبنت تقول لأمها زادة كيف كيف نحب نشري. نحكيه على ديرمافيغ، نحكيه على الباك أرابيسك، نحكيه كريم دو نوي، كريم دو جور، نحكيه على الجوجي، باك ديرماكير، دونك فاريتي كبيرة من البرودوي، فاريتي كبيرة. اليوم باش نودوكم منتوج جديد، خليكم معنا في الفقرة التالية. منتوج جديد من ديرمافيغ يصنع الفرق، من تمرة الجوجي بيري الصينية، معروف بتعليته في الميدسين شينواز، غني بالفيتامينات والمعادن ويحمي البشرة، يجدد الخلايا ويفتحها. لا كومبينيزون ما بين تمرة الجوجي بيري اي لويل دو فيك دو بارباري يقضيو على التجاعيد ويحاربوا علامات التقدم في السن. في سيروم سوان دو جور نستعملوه قبل ليكران، تركيبة خفيفة مضاد للأكسدة، يوحد لون البشرة ويقضي على التصبغات. كريم دو نوي في كوجي بلوس أكثر تركيز، وفيها نسبة عالية من ريتينول اللي تساهم في تفتيح البشرة أكثر من 8 درجات. بشرة بلون موحد في كامل نظرتها، نستعملوه على بشرة نظيفة مع المداومة لمفعول خيالي. ديرمافيغ لجمال بشرتك، استخرجنا أهم المنتجات من قلب الطبيعة. كيما تراو ديجا ليكريب نتاعنا حاضر، باش نحط كيما راهو السبنة خليه يقعد. ايه هذوكم للصوص اللي حشتنا بها من بعد، باش ترى محلاهم باش كي تقصوا الدجاج اللي قعد كيف كيف. جوست هذا باش نحمروها، هذا جوست باش تحمرك هاو، هي راهي تعطيك موت. طيب باش نحطو الجبن، ترى كيفاش معناها تو يمان حطوا الصوص نتاعنا. واو هذه باش تخرج الست ياسر بنينة. دونك باش نحطوا الجبن من فوق، وهكا نكونوا كملنا ديجا الغوسيت نتاعنا. باش نحطوها حاضرة في الكوشة، باش نحطوها في الفور المقرونة في تفاح. قداه وقت؟ 10 مينوت 15 مينوت جوست باش يذوب الجبن وتعبتك الصوص هذيك. المقرونة البلومة نتاعنا جوست صمتناها، حطينا لها شوية زيت. توا باش نحطو لها شوية مايس، شوية لوشوا. هذايا المقرونة، سلطة المقرونة ياسر في الصيف تبدا هكا باردة خفيفة، راهو سلطة المقرونة خفيفة، دونك ما نساش نحطو منها شوية هكا نزينوها في البلا وتقعد باردة حتى من غير ما نحطو لها حتى نشوة، ونزيدوها كان في الآخر نحطوها في الفريجيدير. الضربة الأخرى التوتش الأخرى هنايا، السلطة نتاعنا حاضرة مزيانة. بيني سالاد، بيني سالاد، دونك السلطة نتاعنا حاضرة جوست باش نستناو الكريت نتاعنا في الفور. فقرة خاصة بالتغذية، خلينا نخرجوا فيديو وراجعين. في فصل الصيف نستحقوا أكثر نسبة من الماء في البدن، وتختلف الاحتياجات الغذائية في الجسم مقارنة مع باقي الفصول، على خاطر في فصل الصيف سخانة الطقس تؤدي إلى إنهاك بعض الأعضاء ويأثر على المزاج والبشرة. على هذاك لازم في فصل الصيف نحافظوا على أكل الأطعمة والمشروبات اللي تعاون البدن، منها الخضروات الورقية كيما السبناخ المعدنوس والخس.
والخضروات الأخرى كما الخيار اللي يحوي نسبة عالية من الماء العضوي، الثمرة الواحدة فيها 95% من الماء. كما تلقاو الطماطم والفلفل غنية جدا بالماء وتعطي البدن فيتامينات الأساسية. من المستحسن أكل الخضروات في فترة النهار. الفواكه تعد أيضا من أهم المصادر اللي تزود الجسم بالسوائل كما بطيخ، فخاز، مشمش لاحتوائها الفيتامينات والمعادن مثل الصوديوم والفوسفور والبوتاسيوم. وما تنسيوش زادة العصائر اللي عندها دور كبير في إعطاء الجسم الطاقة. على هذاك لازم باش نحافظوا على إيكيليبر بدننا في الصيف لازم نشربوا برشا ماء وناكلوا ماكلة صحية ومتوازنة. رجعنا للدريساج كما تراو المقوله نتاعنا حاضره ديجا لك خيط نتاعنا حاضرين كل شيء مريقل مستعدين برشا دونك عندنا سلايطه وعندنا البلان نتاعنا. ميرسي بوكو يا رمزي عايشك وديما معنا. تبعونا على ماجازين على نسمه باش تلقاو الجو الحفالي وكما نقول لك ايمان ديما مع ماجازين باش تلقى لي روسيت السهله والفيت في ان شاء الله ديما هكا منورنا بالرسائل ديما تبعوا رمزي معانا ديما عنده دبار بنينه فيسع فيسع تعملوها ماهيش صعيب عليكم دبرت الويكاند ديكم انتم وديما نقول لمة العيله راهو مهم برشا تلم انت وعائلتك ما عندكش برشا وقت حضر الرسائل نتاعك دونك سلايطه بارده ومعها كيما شفنا اليوم كريب سهله برشا. ميرسي رمزي عايشك ايمان ومرحبا بكم ديما عايشك ايمان مره اخرى ديديكاس للحومه الكل ديديكاس للحومه الكل وديما جاو مع مجازين تبعونا عينك ميزانك ومع رمزي ديما جاو الكل وديما كيما قلنا لغسيت لبنان. مازلنا مواصلين مجازين نخرجوا زابينغ وراجعين من الحار للحلو. بما انه حكينا الجمعة اللي فاتت على اطلالات النجوم اللي كانت على سجادة كان الحمراء خلينا نشوفوا شكون ورا الاطلالات اللي لفتت الانظار وكانت حديث الصحافة اهمهم المصممين العرب اللي كانوا سبب في الاطلالات هذه. نلقاو المصمم اللبناني إيليو أبو فيصل اللي اختارته العارضة نادين عبد العزيز حيث كانت بفستان بلوسيل مخدوم انكروشي من فوق واللي اعتبرتها الصحافة الاجنبية واحدة من افضل الاطلالات. المصمم جورج حبيقة وهو أيضا مصمم أزياء لبناني اختارت الممثلة المصرية سلمى البوذيف أنه يلبسها ومن أهم إطلالاتها اللي كانت بفستان أبيض مرصع بالكريستال واللي وصفوها بعروس المهرجان. المصمم التونسي علي القروي وهو من أشهر المصممين وكان اسمه ديما حاضر وتعرف في العالم واستطاع المرة هذه أيضا خطف الأنظار بفستان بلون أبيض كبير لبسته الممثلة المصرية هنا زاهد. ما نجموش نحكيو على الإطلالات والأزياء وما يكونش المصمم اللبناني اللي صعب عنوان الذوق الرفيع موجود كان حاضر في عدة تصاميم منهم اللي لبسته الممثلة الأمريكية إيفا لونغوريا والممثلة جين فوندا. كان هذا زابينغ اليوم استنونا الجمعة الجاية. البي ام بنا وعليها الكلام في صحنك غوسيت سكري ديما مع الشيف ديجا مرحبا بيك عسلامة ايمان اللي توجور سوريون محلاك الضحكه نتاعك المزيانه دونك ديما عندنا زيد غوسيت مزيانه مع ديجا نبلي باي ال بي ام عندنا لو غورمون باش نستعملوه اليوم اي اليوم باش نعملو دي باتوني سكري او شوكولا اي او شوكولا بلون دوبل شوكولا دونك فور نعملو كابر كل شيء pour changer un peu ديما جو بونس غوتي دي زونفان شي كتشهيم دو شيخي بيان سور العين نقول لك انت تشهي فيهم ديجا هو البسكوي بنين وديما نقولوا حبوه الصغار دي تعملهم في دي روسيت فريمون ريان ادير باش مزينهم برشا حاجات اون بلوس بعد دي زمان ام سوا اللي تحبوا انتم اما احنا عملنا سامبل اليوم داكوغ دونك لو غورمون فيه بيبيت دو شوكولا وفيه زادا كيف كيف لي زيكلا دو نوازيت هذوما لي كوكي نتاع لو غورمون دو ال بي ام. كيف كيف عندنا لاباتا تارتيني اللي اخترناها اليوم اللي هي بنوازيت جو بونس نحن توجور في نوازيت هي بنوازيت هي دونك احنا باش ناخذوا البسكوي باش نرحيوه خلي جوز نحلك اي دونك باش نرحيو البسكوي نتاعنا الاشوار دونك الاشوار نتاعنا هذيا من لاغام ليكسيكال
كيف كيف كاتلام إنوكسيدابل تري تري براتيك دونك هذه هي الفيتيس نتاعها راهو وتلحي كل شيء جو دي بيان تلحي كل شيء و تري براتيك و بريزونتابل كيما تراو هكا نحيو بالبلي باغ كونتر والله سي رابيد على الاخر والله صعبه لا رابيد بحق Voilà, donc on a réduit le biscuit Darba en miettes. Je vous dis que c'est très efficace, très efficace. C'est sur les pâtes. C'est en direct, c'est la première fois que j'ai essayé, où je suis agréablement surprise. C'est pratique, où l'eau est bien, le design est bien. Voilà. C'est sur les pâtes. Mais, une fois que j'ai le biscuit, je vais vous dire que c'est la crème fraîche. D'accord. Voilà. ولا كريم شونتي كما تحبوا نتوما كريم فريش خير خاطر سي با سكري والبات نتاعنا ومن بعد باش نعملوا بها كلها اون بات ديما انا نشمها تلمو تبدا بنينه ريحه نوازيت مش نورمال في البات نتاع البي بنا دونك باش نحط الكريم فريش هذيك الكريم فريش عينك ميزانك هذه الغوسيت هي بتاع عينك ميزانك اوكي فوالا هكا اي دونك باش نخلطوهم بعضهم الكل نحاول بو اوبتونيور اون بات على فان عرفت دونك باش نخلطوهم شويه 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 ومن بعد باش تزيدهم نزيدهم الباتا تارتيني هي راه تنجموا تذوبوها شويه بوغ فاسيليتي التخليط داكور واللي ما يحبش برشا باتا تارتيني نحطوا شويه هكا وشويه شوكولا هذيك كيما تحبوا دونك هي لو بوت باش نخلطوا البات اللي نجموا نعملوا بها الصويبع اون فوا حضرنا البات نتاعنا وبردت نعملوا صويبع ونقصوهم طويل يبردوا ونغطسوهم في الشوكولاتة ونزينهم بالشوكولا بلون تشوفوا شنو يخرج مزيان على الاخر من بعد دونك البات باش تكمل تلمها بال باش تكمل تلمها تاو باش تحط لها شويه الشوكولا حتى لين تتلم وتولي اون بات داكوغ باش نقعد نتبعك ديجا انا في الغوسيت باش نتبعوك الكل في الغوسيت جوست راه باش نزيدوا نحطوا الشوكولاتة الكريمه تارتيني ولا الشوكولاته باش تحط زوز تحط هذيا وهذيك خاطر هذي تولي حلوه برشا مع البسكوي داكوغ دونك هذيا لي سون سكر بيه. دونك باش نكملوا نلموا البات نتاعنا كالعاده عندنا ايديات عندنا هوني الكوجينه فيها الغوسيت وكيف كيف ايديات خليكم تخرجوا معنا الفيتير جي وراجعين عسلامة في دايت اليوم باش نعملوا مشروب صحي يساعد على نضارة الوجه والتخلص من الانتفاخات وزيادة يعاوننا باش نخسروا الوزن باش نستحقوا قارس نعناع تفاح عسل نزيدهم شوية ماء ونخلطهم الكل في البلندر وهكا يكون المشروب متاعنا حاضر وصحة وبشفاء رجعنا الغوسيت متاعنا دونك البات شادت روحها البات شادت روحها ونوريكم البات مهيش ليكيد لازم تكون الكونسيستانس متاعها هكا شادة روحها داكو باش ندخلوها في الفريجيدير تبرد تشد روحها شويه انكور بلوس خاطر مازالت سخونه ومن بعد نحطوها على بابي كويسون ولا اي دو بريفيرونس بابي كويسون اون بالي تالي معناها ننزلوا عليها بقلقال ولا حتى بيدينا هكا شويه ما بين زوز بابي كويسون اون فوا تبرد بالكدا باش نجمو نقصوها ونعاود ندخلوها تبرد هو صبر في التبريد تاع البات هذايا تبرد نغطوها في الشوكولاته فوالا من بعد كيلكو زوغ معناها ثلاثه اربع سوايع 12 ساعه ماكسيموم تنجموا تغطوها في الشوكولاته وتاكلوها ديريكتومون احنا قلنا في المجازين فما دباره سالي سكري عندكم لي زيكسبير عندكم لي بون بلون عندكم كيف كيف مظهرك اللي هو مهم برشا هكا ولا اي بيان سور في علاقتك بالاخر مهم حتى في النفسيه نتاعك psychologiquement c'est très important مش مهم برك على الاخر حتى كي تبدا بريزونتابل انت بيدك في خدمتك تبدا مرتاح وحتى زيد كيف كيف في خرجات الصيف اليوم في مويتيك باش نحكيو على اللبسه الغوفيزيتي باش نحكيو على توسكي امبل اللي رجع نحكيو على الكوفان اي شابو جو الصيف وجو البحر خليكم معنا في الفيتير جاي Thank you.
وانتي شنو حضرت للصيف؟ هذا اللي بديت بيه صيف 2024 دو ريز كوسميتيك، كلمة ياسر مزيانة. بيان سور ويل سيش بايتي parmi les produits اللي نستمعوا بيهم في صيف 2024 من دو ريز كوسميتيك. لا توندونس العوام الاخرانية نحبوا اكلافي ساتيني على البو، نحبوا الويل سيش بايتي، هذا الكل موجود في التركيبة نتاع الويل سيش دو ريز كوسميتيك. خلينا نمشيو في تيار وراجعين. محلى الصيف وجو الصيف، والصيف معانا تري سبيسيال سورتو مع الكوليكسيون المزيانه هذه نتاع لي زويل سيش بايتي اس بي اف 30 نتاع دوريس. شقولكم في امبلاج ياسر حلو كيف ما هذا، مدخم على الاخر معاه هو دي بايت ياسر حلوين، تكستور تفتق في الويد، تري هيدراتونت على البو، اون بلوس SPF 30. وأكثر حاجة نحب نأكد عليها لفي اللي تحت الشمس يفتق بأتم معنى الكلمة، دونك تحطه تشوف لابو تشوف لابوتي نتاع البو متاعك ياسر حلوة. ومع الدوري عنا زادة اللي يحب يبرنزي البو متاعو البرونز، وعنا النوتر اللي ما يحبش لي بايت. كيما ريتو عنا الكوليكسيون هذه الحلوه نتاع دوريس نتاع لي زويل سيش بايتي، عنا زاده لي زيكرون شوفو وبرشا برودويات اخرين. استنونا المره الجايه، كل مره باش نحكي لكم على برودوي وباش يعجبكم اكيد. دوريس كوزميتيك ميد ويذ لوف. نعاودوا ونذكروا اللي ديما تتسائلوا واستنستوا بدوريس كوسميتيك باش تحصلوا على لي برودوي، تدخلوا على باج فيسبوك باج انستغرام، عندكم السيت doris.in، الارقام موجوده اسفل الشاشه، سينو تلقاوها بيان سور في دوزيام ايتاج نتاع المول 1. دوريس كوسميتيك وبعدك زيد. وصلنا للدريساج، ديجا الروسيت نتاعنا حضرت، ديجا روسيت حضرت ودرا فيها من هوني صغيرات الكل باش يشوفوا كيف الحل الاميد مع اكل الشوكولا ودنيا الكل، دونك حاجه بنينه تعملها في الدار صحيه لصغيراتها. اي كي ترى هكا اون دي مورسو دو شوكولا، دونك يبغوا يتر كيوريو باش يجربوها باش يلقاو فيها بسكويت. ياسر مزيانه حتى الزينه، وقلت لك الفيينه تجنبلي، القدي تجنبلي، اللي دايت تجنبلي. ربي يفضلك عايشك. بون كونتينياسيون تو سكو تو في، وان شاء الله ديما منورتني ومزيتني هوني ومعايا في المجازين. وصلنا لاخر الحلقه، معليا كي نقول لكم ان شاء الله نتقابلوا في الحلقه الجايه من المجازين اللي ديما موعدها 8 غير باع على قناه النسمه الجديده. انا ديما نقول ميرسي بوكو ديد وعلى المكياج المزيان، ميرسي بوكو. دونك المكياج ياسر مزيان، وانتم مع رايز 2024 بوكو دو برومو يستناو فيكم. دونك اليوم المكياج سيتي باي ميدو تالبي، ميرسي بوكو زيدا كيف تشولالا عتونو لحلوة، ميرسي جايا على الاكسسوار، ميرسي لكم انتم، اهم ميرسي لكم انتم اللي ديما تتابعوا فينا. نتقابلوا النهار السبت 8 غير باع على قناة نسمة جديدة. بمساهمة البارح اليوم وغدوة لبيدار 80 سنة وهي الأصل. البيام بنا وعليها الكلام. جيرات لاغ دو لا ميزان.